مش رب يقبل التوبه بتاعه وان يتوب عليه. ايه وقت اللي وصلت الصحيفه هذه لذلك المذنب، لذلك العاصي، لذلك الشقي، لذلك الشرير، زعما سب سيدنا عمر وسب الصحابه اللي معاه، قال له تو نوريكم حتى تجي واحد تنصحه هكا برضه تقول له صلي على النبي ولا استهدى بالله، يقول لك استهدى انت وصلي عليه انت، وحتى ناقه في المحظور ولا حول ولا قوه الا بالله. اي سيدي افتحها في الصحيفه وبدا يقرا فيها، قال غافر الذنب قد وعدني ربي تعالى ان يغفر لي. افهم القصد لانه يتدبر. غافر الذنب قد وعدني الله ان يتوب، قد وعدني الله تعالى ان يغفر لي، وعد من عند ربي. ماهوش كلام سيدنا عمر. سيدنا عمر شوفوا الذكاء والحكمه والفطنه، وشوفوا بلاغه القران وحلاوه القران وعظمه القران وتاثير القران في النفوس حتى اليوم القران يفطر فينا. نقرأ الآيات وكأننا نقرأ في أي صحيفة أو نقرأ في أي قصة إلى غير ذلك، لا حول ولا قوة. غافر الذنب قال ربي وعدني باش يغفر لي، وعد صريح وقابل التوب شديد العقاب. قد حذرني الله تعالى عقابه. أرد بالك إذا ما رجعتش، وإذا ما تبتش، وإذا ما التزمتش، وإذا ما استقمتش. طبعا ربي سبحانه وتعالى خيرك وراك الصراط المستقيم وراك صراط الضالين المضلين، وربي ان شاء الله يجعلنا من اهل الهدايه والرضا والرضوان. ربي حذرني من عقابه.